بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم، معكم مستر عمرو مديان. إن شاء الله هنشرح النهاردة الجزء الثاني والأخير من الدرس الرابع في Concept 1-1 اللي هو بيتكلم على الـ Human Respiratory System، الجهاز التنفسي في الإنسان. واللي هو الفيديو اللي فات في Part 1 كنا بنتكلم على الـ Human Digestive System اللي هو الجهاز الهضمي، وخدناه وفهمناه مع بعض بالتفصيل. فركزوا معايا في الجزء الجديد بتاع النهاردة إن شاء الله. أول حاجة بيقول لي إن الـ Respiratory System is the system responsible for respiration or breathing. يعني الجهاز التنفسي هو جهاز مسؤول عن عملية respiration، جاء من كلمة respiratory. Respiratory system. Respiration زي ما ناخدها دلوقتي اللي هي respiration process، اللي هي عملية التنفس. يبقى في جهاز تنفسي وفي عملية تنفس، وعملية التنفس دي ممكن نقول عليها breathing اللي هو التنفس. تمام؟ طيب respiratory system supplies. supplies يعني ايه؟ يزود the body with oxygen gas and gets rid of. دول كده ولاد ثلاث كلمات على بعضهم بمعنى يتخلص من. يبقى هو بيزود الجسم بالايه؟ بالاكسجين. هي مين؟ اللي هو عملية التنفس او اللي هو الجهاز التنفسي. ده بيزود الجسم بيدخل لنا اكسجين. and get rid of carbon dioxide gas through the respiration process. تمام. السؤال هنا بقى، هو انا ليه جسمي او الجهاز التنفسي اللي في جسمي بيدخل لي اكسجين؟ تمام. والسؤال الثاني، الكربون دايوكسيد جاز اللي هيطلع ده جه منين؟ بس هنا نعرف الاول respiration process it is the process of entering. entering جاء من كلمه enter معناها عمليه ادخال، يبقى process عمليه. entering the air الهواء اللي هو بيحمل الاكسجين to a the body اللي هي كلمه supply the body with oxygen gas. and pushing زي اللي هي كلمة get rid of the air بيتخلص من الهواء. carrying carbon dioxide out of the body خارج الجسم. طب السؤال اللي انا سألته لنفسي من شوية، هو ليه انا بدخل اكسجين ومنين بيجي carbon dioxide؟ فهنا هيجاوب عليا بالimportance of respiration process، اهمية عملية التنفس. any living organism respires. كلمة respires هنا verb معناها اللي هو يتنفس، ماشي. انما respiration التنفس ده noun اللي هو الاسم. دي حاجات في الانجليش بقى، بس برضو لازم نبقى فاهمين. اي انسان او اي كائن بيتنفس عشان يحصل على الاكسجين. which is necessary to burn. burn يعني ايه اولاد؟ بيحرق. بيحرق ايه؟ مش احنا كنا في الدايجستيف سيستم قلنا ان الاكل اللي بيتهضم بيبقى اسمه digested food or nutrients. وده بيخش جوه الخلايا، بيمشي في البلد وبيوصل للسيلز بتاعتي اللي هي الخلايا. ولما يخش الخلايا مين اللي يخش له بقى كمان؟ الاكسجين اللي جه من الريسبيراتوري سيستم خلال عمليه الريسبيريشن. فيبقى الاكسجين مع الدايجستد فود، يعني اللي هو الاكسجين مع الدايجستد فود فيعمل له ايه؟ بيرن. فيروح مطلع لك ايه؟ الانرجي required for all body activities. يبقى الموضوع ببساطة ان انت خدت النيوترينس اللي هي المغذيات اللي هي مشيت في البلد وراحت للسيلز، فراح دخل مين عليها؟ اللي هو الاكسجين جاز. فيروح عامل لها عملية ايه؟ burning. burning يعني اللي هي حرق. والحرق ده يا ولاد معناه ان هو بيقعد يطلع الطاقة اللي جوه المغذيات دي، فيروح مطلع لك اللي هي energy اللي هي الطاقة اللي انت تستخدمها بقى في all body activities، كل اللي هي الانشطة بتاع الجسم، النشاط بتاع المخ، النشاط بتاع القلب، النشاط بتاع العضلات، الكبد، الكلية، كل الحاجات دي. تمام. خلي بالنا بيقول لي getting oxygen gas from air is a complex process. كلمة complex يعني معقدة، عملية معقدة. depend on many organ. ما هو اي سيستم زي ما احنا خدنا بيتكون من ايه؟ organs. ولازم الorgans دي working together ان هي بتتفاعل او هي بتتعامل مع بعضها او بتشتغل مع بعضها to get the required energy. تعالى بنشوف بقى الorgans بتاع respiratory system. هنا هنتكلم على structure اللي هو تركيب of the human respiratory system اللي هو الجهاز التنفسي في الإنسان. فهنا بيقول لي the respiratory system consists of a group of organs.
اول اورجان عندي اللي هو النوز اللي هي الانف مش الماوس بقى، تمام. تاني حاجه الحاجه اللي هي بتبقى common. كلمه common يعني ايه يا اولاد؟ يعني حاجه مشتركه، مشتركه لان الفود يعدي منها وكمان ان الاير يعدي منها. بس الفود لو عدى منها هيوصل لحاجه اسمها esophagus اللي هو المريء، ده لو انت بتتكلم على الدايجستيف سيستم. هو مين بقى الحاجة المشتركة دي؟ اللي هو throat or pharynx اللي هو البلعوم. طيب هنا بقى الثروت اور سيرنك او اسف الفيرنكس ده بيعدي منه الاير عشان يخش بقى على حاجة، هل اسمها اسوفيجاس؟ لا، امال اسمها ايه يا اولاد؟ اسمها تراكيا. تراكيا، تراكيا دي اللي هي حاجة اسمها القصبة الهوائية، القصبة الهوائية شبه كده عود القصب، تمام. يبقى خلي بالكو انا عندي الفيرنكس ده لو داخل فيه فود، الفود ده هيخش للاسوفيجاس، وهما دي عبارة اللي هو جزء من الدايجستيف سيستم. انما الفيرنكس او ثروت ده لو داخل فيه الاير، الاير ده هيخش للتراكيا، وبعد كده ده اللي هو جزء من الريسبيراتوري سيستم. المهم التراكيا او القصبة الهوائية دي هتتقسم لفرعين اللي هما كل فرع فيهم هيخش لونج، فانا الاجمالي كده عندي تو لونجز، ودول اهم عضوين اللي هم الرئتين. اهو في لونج اهي ولونج اهي، دي ناحيه الليفت بتاع الشخص اللي قدامي دي، وده اللي هو ناحيه الرايت. وبعد كده تحت خالص هتلاقي في ماسل اللي هي العضله اسمها ديافرام. فرام حرف الجي سايلنت اللي هو معناها بالعربي الحجاب الحاجز. يبقى تعالوا ما نقول تاني الهيومن ريسبيراتوري سيستم، اول حاجه عندي النوز اللي هي الانف، تاني حاجه عندي الثروت اور فيرنكس اللي هو البلعوم او الحلق او اللي احنا بنقول عليه الزور، منعدي منه او يعدي منه الهواء بيخش على حاجه اسمها تراكيا اللي احنا قلنا عليها القصبه الهوائيه. بعد كده القصبة الهوائية دي بتتفرع جوه التو لونجز، وتحت التو لونجز موجود عضلة اللي هي مسل. احنا قلنا الفرق المرة اللي فاتت ما بين المسل والبون، قلنا المسل دي ممكن تعمل كونتراكت وريلاكس اللي هي تنقبض وتنبسط، ترتخي وتتشد كده، انما البون حاجة ثابتة وناشفة طول الوقت، تمام. وقلنا العضلة دي اسمها الدايجرام، اسمها الحجاب الحاجز. عارفين ليه يا أولاد؟ لأن احنا بنشبهها إن هي حاجة بتحجز ما بين المكونات بتاع الريسبيراتوري سيستم وبعض مكونات الدايجستيف سيستم اللي تحت هنا اللي هي الاستومك والسمول انتستين وهكذا. في ممكن حد يقول لي يا مستر هو أنا ليه مش شايف اللي هو الأسوفيجاس اللي هو المريء؟ هقول لك هو هنا موريك فقط اللي هو الجزء بتاع او الاورجنز بتاع الريسبيراتوري سيستم، فعشان ما تتلخبطش. وعامه التراكيا والمريء اسف والاسوفيجاس بيبقوا قصاد بعض، بس التراكيا كده من ناحيه الامام والاسوفيجاس من ناحيه الخلف، تمام. طيب تعالوا كده مع بعضنا، بيقول لي how does the respiratory system works، تمام. المفروض هنا نشيل الاس لان does ما يجيش معاها اللي هو الاس، ماشي. يبقى دي هعدلها كده how does the respiratory system work، ازاي بيعمل الجهاز التنفسي. وركزوا بقى عشان هنعرف ان التو لونجز دول مش فاضيين، ده جواهم بقى حاجات نركز فيها لانها اسامي جديده عليا. خلي بالكم انا هيبقى عندي عمليتين، عمليه اسمها عمليه الشهيق وعمليه اسمها عمليه الزفير. الريسبريشن فيها حاجه اسمها شهيق اللي هي انهيليشن، انهيليشن اور بريزنج ان اللي انا لما باخد نفس لجوه كده، وفي عمليه عكسها اسمها عمليه الزفير، تمام. يبقى انهيليشن قصدي هنرجع لها تاني دلوقتي، الشهيق يعني ان انا ادخل النفس للريسبيراتوري سيستم، وفي عمليه اسمها اكسليشن اور بريزنج اوت اللي هي اسمها الزفير، تمام. دي لما اكون بدخل الاكسجين، والزفير ده لما اكون بطلع الكربون دايوكسيد اللي هو من الجسم. طيب انا عشان افهم بقى اللي بيحصل دلوقتي هتكلم على عمليه الانهيليشن اللي هي عمليه الشهيق بقى عشان نفهم how does the respiratory system work. فهنا بيقول لي during inhalation اللي هي عمليه الشهيق or breathing in the air اللي هو الهواء enter through the نوز، بيخش اول حاجه من خلال الانف،
واحيانا بيخش عن طريق الفم اللي هو الماوث، بس يفضل ليه من النوز؟ لان النوز يا اولاد هو ربنا خلقها ان هي تنقي الهواء، تعمل له كلير اللي هو للهواء اللي داخل، تعمل له وارمنج اللي هو تدفئه او تخليه دافئ، وكمان ان هي تمنع الانترنج اوف مايكروبس اللي هي الميكروبات. فالتنفس عن طريق الانف افضل من عن طريق الفم. المهم الاير لما دخل النوز بعد كده طبيعي ان هو هيعدي على الماوث، then down to the throat or pharynx اللي هو هيعدي على البلعوم. بعد كده احنا قلنا الفيرنيكس ده بيكون وراء ايه؟ التراكيا. يبقى the air passes through the trachea into the two lung. قلنا التراكيا دي كانت بتتقسم تخش في التو لونج، which fill up with air like the two A balloons اللي هم بيتملوا بالهواء كأنهم التو بالونز. بس تعالى بقى ما نشوف اللونج دي كده ايه اللي مستخبي جواها. ده الشكل بتاع التو لونج من بره. احنا هنعتبر ان احنا كده فتحنا التو لونجز او دخلنا نشوف اللي جواهم، هيبدا يظهر الشكل ده. هنا بيقول لي انسايد ذا لونجز داخل اللي هم الرئتين، ذا تراكيا از برانشد. كلمه برانشد معناها تتفرع، جاي من كلمه برانش اللي هو فرع شجره. انتو تو تيوبس كولد برونكاي، ادي واحده اهي واحده اهي، تو برونكاي. برونكاي دي كلمه جمع مفردها كلمه برونكاس. طب كلمه برونكاس معناها قصبة هوائية؟ لا، هي اسمها شعبة هوائية. يبقى انا لما اقول عندي برونكاي او تو برونكاي يبقى عندي شعبتان هوائيتين. يبقى خلي بالكوا التراكيا هي القصبة الهوائية. القصبة دي بتتقسم لفرعين، كل فرع فيهم اسمه برونكاس، فالجمع بتاعها برونكاي، يبقى اسمها شعبتان هوائيتان. ماشي يا شباب؟ يبقى القصبة بتتقسم لشعبة، التراكيا بتتقسم لتو برونكاي. بعد كده بقى كل برونكاس من دول زي ما انتوا شايفين عاملة فروع أصغر منها شوية، يعني البرونكاس الواحدة هي فرع كبير أهو أهو زي ما احنا شايفين، كل فرع متقسم لفروع أصغر. بيقول لي the bronchi in turn، يعني in turn يعني بدورها أو هي كمان، divided. كلمة divided معناها تنقسم، into smaller and smaller tubes اللي هي الأنابيب الصغيرة اللي هي شبه فروع بتاع الورق دي، called bronchioles. إيه بقى كلمة bronchioles دي؟ اللي هي قصيبات. يبقى خلي بالكو القصبة بتتحول لشعبة، والشعبة تتحول لقصيبة، يبقى احنا عندنا كده قصيبات. ماشي؟ يبقى تراكيا، التراكيا تتحول لبرونكاي اللي مفردها كلمة برونكاس، والبرونكاي تتحول لبرونكيولز اللي هي مفردها كلمة برونكيول، هنشيل الاس فقط. يبقى القصبة الهوائية تتحول لشعبة هوائية، والشعبة تتحول لقصيبة. خلي بالنا كده من الترجمة. That look like the branches of the tree اللي هي بتمثل أو بتشبه اللي هي فروع الشجرة. طب احنا خلصنا كده يا مستر؟ هقول لك لأ. البرونكيولز دي بيبقى اخرها في حاجة اسمها اير ساكس. اير ساكس اللي هي اكياس هواء اسمها الفيولاي. الفيولاي واضح ان هي زي كلمة برونكاي جمع، اللي هي ايه اسمها؟ اللي هي الحويصلات الهوائية. طيب الحويصلات الهوائية دي مفردها كلمة الفيولاس زي برونكاي برونكاس. الفيولاي الفيولاس اللي هي حويصلة هوائية واحد اهو، موريني كده الفيولاي اللي هي حويصلات هوائية. يبقى البرونكيولز اللي هي كانت الفروع الصغيرة دي، اند ويز ليتل ساكس اللي هي اكياس صغيرة زي ما احنا شايفينها لما خد دي وكبرها، يعني اهي اكياس صغيرة. ذات ار سراوندد باي بلاد فيسلز، هتلاقي ان موجود حواليها اللي هي اوعية دموية. كلمة بلاد فيسلز دي ما بقتش غريبة عندنا. طب ليه بقى؟ هنعرف دلوقتي. البلاد فيسلز تمام. طب الليتل ساك دي قلنا بتقال عليها اير ساك او الفيولاي، بتعمل ايه بقى؟ قال لي ذات اكستراكت. اكستراكت معناها بتستخلص. تستخلص مين؟ الاكسجين جاز فروم ذا اير. اه يعني الاكسجين كده مش ازاي يا ولاد؟ ادي الاكسجين اول حاجه دخل عن طريق النوز اللي هو الانف، بعد كده نزل تحت عند الماوث وما قعدش وقت كتير لحد ما دخل اللي هو الفرنكس او الثروت اللي هو الحلق.
وبعد كده دخل فين؟ التراكيا اللي هي القصبة الهوائية، بعد كده عدى في اللي هو البرونكاي او عدى في واحدة منهم برونكاس بس، وبعد كده يروح داخل على البرونكيولز اللي هي دي برونكاس معلش الشعبة او برونكاي الشعبة، وبعد كده برونكيولز اللي هي القصيبات الهوائية، واخر حاجة يخش على الاير ساكس اللي هي اسمها الالفيولاي. طيب دلوقتي كده ده اللي هو اخر مكان وصل له الاكسجين اللي هو واقف عند الالفيولاي. طب ما احنا قلنا الالفيولاي دي بيحط بها ايه؟ بلاد فيسلز. طالما قلت بلاد فيسلز يبقى بيجري جواها مين؟ البلاد اللي احنا قلنا بيشتغل اللي هو الاتوبيس اللي هياخد الحاجه عشان ينقلها، هياخد مين؟ هياخد الاكسجين جاز ويروح يوديه للاول بودي بارتس، زي ما كانت البلاد فيسلز موجوده في السمول انتستن عشان تاخد النيوترينتس وتوديها للاول بودي سيلز او اللي هو الاول بودي بارت. يبقى الاكسجين موفز فروم ذا الفيولاي اهو اخر محطه واقف عندها، يروح لمين؟ بلاد ستريم اللي هو مجرى الدم، الدم اللي موجود داخل ايه؟ البلاد فيسلز. Then it carried to all body organs and the system to work، عشان اللي هي الخلايا تستخدمه وتبدأ تحرق الأكل وتاخد طاقة من الأكسجين اللي اتنقل لها في الدم. هنا بيقول generally بشكل عام oxygen enters lung during inhalation then the blood transfers it to all body cells، ان اللي هو غاز الاكسجين دخل الرئتين خلال عملية الانهيليشن اللي هي عملية الشهيق، بعد كده الدم الوزعه لكل انحاء الجسم. في معلومة هنا مهمة بيقول لي we can't store extra oxygen in our bodies. We can't store يعني لا نستطيع الاحتفاظ، store يعني احتفاظ به، لا نستطيع احتفاظ بـ extra oxygen اللي هو أكسجين زائد in our bodies so we must constantly taken oxygen، يعني كلمة taken زي كلمة respire اللي احنا ناخد أو نتنفس الأكسجين، يعني لازم عملية التنفس اللي هو inhalation و exhalation طول الوقت شغالين. وتعالوا بقى ما نشوف اللي هو بعد ما الأكسجين دخل في الانهيليشن دي اصلا حصلت ازاي، وبعد ما يخش الاكسجين ويحرق الاكل ويطلع لك كربون دايوكسيد اللي هو هارمفول جاز، غاز اللي هو ضار، ازاي بيطلع في عمليه الاكسليشن، نشوف ايه الحاجات اللي بتتحرك في جسمنا عشان تدخل اكسجين وتطلع كربون دايوكسيد ونركز فيها لانه موضوع مهم جدا. هنا بيقول هنتكلم على الميكانيزم اوف ريسبريشن اللي هي اليه عمل التنفس اللي هو ازاي احنا بنتنفس. Respiration process includes، كلمة includes معناها تتضمن، بتتضمن عمليتين inhalation و exhalation. ال inhalation زي ما قلنا breathing in اللي هو معناها بالعربي كده الشهيق، exhalation breathing out اللي هو الزفير. طيب ايه الحاجتين اللي بيساعدوني في جسمي ان انا اقوم بالعمليتين دول؟ Inhalation and exhalation processes are directed. Directed يعني بيتم توجيهها، يتم توجيهها، يعني ايه اللي بيساعد؟ By a large muscle at the base of the ribs. ايه كلمة ribs دي؟ ribs دي معناها يا ولاد أضلاع، مفردها كلمة rib ضلع واحد. الribs دي نوع من أنواع البونز العظام اللي هي الناشفة، وقلنا المعلومة دي كتير، اللي هي العظام دي في الاخر تحت اهو بنلاقي فيه مصل اللي هي ايه؟ عضله، وقلنا العضله دي بيبقى ليها قدره على اللي هي ريلاكس وكونتراكت. العضله اللي موجوده تحت الضلوع دي او اسفل الضلوع اسمها دايافرام اللي هي عضله الحجاب الحاجز. طيب ازاي بقى بتتنفس في او بتساعدنا في عمليه التنفس؟ قال لي اول حاجه تعالى ما نعمل كده point of comparison ما بين الانهيليشن والاكسليشن من حيث الديافرام مصل اللي هي عضلة الحجاب الحاجز. لو احنا عملنا الانهيليشن اللي انا خدت نفس كده هلاقي ان الديافرام مصل contract، يعني ايه كلمة contract؟ اللي هي بتنقبض، contract معناها بتنقبض or shrink نفس المعنى ان هي بتنكمش and move downwards، اه يعني الدايفرام مصل هتلاقيها بتتحرك للاسفل. حتى احنا لو خدنا نفس دلوقتي نحس ان في حاجه زنقت علي يعني في تحت في بطننا كده اهو. طيب ملاحظين بقى ايه اللي حصل؟ هتلاقوا ان الريبس اللي هي الضلوع ده اهي في نفس الوقت اتحركت لفوق،
يعني الدايفرام بيتحرك لتحت، انما الريبس دي بتتحرك لفوق. فلما يحصل كده المنطقة دي توسع ولا دي لا توسع؟ بيقول لي the size of a chest cavity. مين اللي chest cavity ده؟ اللي chest cavity ده معناها التجويف الصدري، التجويف الصدري يعني المنطقة بتاع الصدر دي اللي بيبقى فيها القلب والرئتين، ومن ورا كده بيبقى فيه اللي هو جزء من العمود الفقري. قال لي السايز بتاع chest cavity increases، بيزيد، or enlarge. large يعني كبير، enlarge يعني يتسع، يبقى اللي هو او بيكبر الحجم بتاع تجويف الصدر بيزيد. طب بعد كده مين بقى اللي بيخش؟ قال لي the air rich in oxygen gas enters the lung. الهواء اللي فيه اكسجين بيخش الرئتين، اللي احنا بنقول عليه oxygenated air. يبقى الهواء اللي فيه اكسجين بيبقى اسمه oxygenated air. يبقى الانهيليشن في ثلاث خطوات، الدايفرام بيحصل له ايه؟ contract او shrink، وبينزل لفين؟ downward. تاني حاجة احنا قلنا معلومة من عند كده، ان الريبس اللي هي الاضلع او الضلوع بتطلع upward، فده يروح عامل ايه في السايز بتاع chest cavity؟ قال السايز بتاع chest cavity increases or enlarge، فيخش الهواء اللي فيه اكسجين اللي اسمه oxygen air، وده شكل عملية الانهيليشن، وعكسها بالظبط اللي هي الاكسليشن. تاني حاجة الاكسليشن، هنا الدايفرام كان حصل له كونتراكت اللي هو انقبض او انكمش، هنا هنلاقي العكس، عكس كونتراكت الدايفرام ريلاكس اللي هو بيرتخي، اور بدل كلمة شرينك اكسباند بيتمدد. يعني انت لما تيجي تطلع النفس هتلاقي كده اللي هي الحتة اللي نزلت تحت بطنك طلعت فوق تاني، صح؟ من تحت كده. يبقى هنا بيحصل له relax and expand، وبدل ما كان بينزل لتحت هنلاقيه راح اللي هو ايه طلع لفوق. هتلاقي مين اللي عكس حركته دايما؟ الريبس اللي هي الاضلع. المرة الاولى كانت الاضلع او الضلوع بتطلع لفوق، انما دلوقتي شوفوا كده هتلاقي لما بتطلع النفس هتلاقي اللي هي الريبس بقى هي اللي موف ايه downwards. خلي بالكوا هو مش كاتبها في الجدول بس احنا نبقى عارفين. دلوقتي السايز او الحجم بتاع chest cavity تفتكروا هيحصل ايه؟ increase ولا decrease؟ اكيد decrease. بدل enlarge becomes narrow اللي هو بيصبح ضيق. طيب وايه اللي حصل؟ قال ان ال air rich in carbon dioxide gas expelled out of the lungs، يعني بيطلع من الرئتين. اهو ده كان داخل اللي فيه اكسجين، تمام، وده اللي خارج اللي فيه كربون دايوكسيد، وبدل ما يبقى اوكسجينيتد بيبقى دي اوكسجينيتد اير اللي احنا بنقول عليه بالعربي كده اللي هو هواء غير مؤكسج. يعني ايه غير مؤكسج؟ يعني فيه كربون دايوكسيد. طب المؤكسج يبقى فيه اكسجين. ايه اللي حضرتك كتبته ده يا مستر؟ دي اللي هي الرموز بتاع الغاز الاكسجين O2 والكربون دايوكسيد CO2، برضو معلومه تبقى مفيده بالنسبه لكم. يبقى احنا كده خدنا العملية وعكسها وفهمنا مين الغاز المفيد اللي هو الاكسجين، والغاز الضار الكربون دايوكسيد اللي هو الاير اللي فيه اكسجين اسمه اوكسجينيتد اير، والاير اللي فيه كربون دايوكسيد اسمه دي اوكسجينيتد اير. خلاص قربنا نخلص الفيديو. بيقول لي ذا ديفرنس، ديفرنس معناها الفرق، between بين الاكسجين اند كربون دايوكسيد جاز. قال الاكسجين از يوسفول جاز، غاز مفيد، that is needed by our body to do their function and we get it from the air around us all the time during inhalation. يعني بنحصل على غاز الاكسجين من الهواء طول الوقت خلال عملية الشهيق. انما الكربون دايوكسيد ده ولاد بيتقال عليه حاجة اسمها waste product. waste product يعني ايه؟ يعني ناتج اخراجي. يعني ايه ناتج اخراجي؟ مش احنا قلنا النيوتريانس بتروح للسيلز، تمام، ويروح داخل عليها مين؟ الاكسجين، فيطلع لنا الايه؟ انرجي، صح؟ عملنا الشكل ده قبل كده، بس بيطلع مع الانرجي ده ويست برودكت اللي هو الكربون دايوكسيد. اهو قال لي ذات بروديوسد ديورنج ريسبريشن اند اتس، عكس كلمه يوسفول يبقى هارمفول اللي هو غاز ضار، وي ماست اكسبل ات، ان احنا نطرده اوت اوف اور بوديز
during exhalation بنطلعه من أجسامنا خلال عملية الزفير. وآخر حاجة بيقول لي how can you keep the respiratory system healthy، إزاي تحافظ على صحة الجهاز التنفسي؟ قال لي breathe or respire، ده الفيرب بتاع breathing و respiration اللي هو تنفس the clean air، يعني تروحش في مكان فيه عوادم ومصانع والكلام ده تتنفس، لا هوا نظيف. تاني حاجة eat، كل fruits اللي هي الفواكه وكمان vegetables اللي هي الخضروات، بشرط ان هي تكون rich in vitamin C such as orange and جوافة اللي هو البرتقال والجوافة. تالت حاجة avoid smoking، تجنب التدخين، يعني انت ما تدخنش، and smokers وما تقعدش مع المدخنين، smoking اللي هو التدخين، smokers اللي هم المدخنين. وده شكل اللي هي يعني البرتقال اهو الاخضر، ودي الجوافة اللي هي فيها فيتامين سي. ليه باكل الحاجات دي؟ to keep the respiratory system healthy، عشان احافظ على اللي هي صحة الجهاز التنفسي. وبفضل الله كده خلصنا اللي هو lesson 4 في concept 1-1 بشكل كامل. كان هو درس جميل جدا، وعرفنا حاجات مهمة جدا 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 في أجسامنا، وتخلينا دايما نقول سبحان الله ان ربنا فعلا عامل كل شيء بحكمة شديدة. شكرا لكم، اتمنى الشرح يكون عجبكم، وان انتم تدعوا اصدقائكم للمشاركه في القناه والاستفاده منها ان شاء الله. ولو الفيديو عجبكم تعملوا لايك. واخر حاجه بسالكم ان شاء الله الدعاء لوالدي بالرحمه والمغفره ولجميع اموات المسلمين ان شاء الله. شكرا لكم، وكان معكم مستر عمرو مديان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.